طبعا نحن هنا اليوم في إمارة أبو ظبي، بالتحديد في قمة بيروت انستيتوت النسخة الثانية. هذه النسخة تركز على كيف يبنى هذا العالم في ظل هذه العالم العربي في ظل هذه التحديات، وكيف أيضا الاندماج مع الدول النامية. نركز هنا في دولة الإمارات دائما على بناء المستقبل، على بناء الإنسان. المغفور له الشيخ زايد، ونحن أيضا في عام زايد ركز على أن بناء الإنسان هو أساس بناء الأوطان. اليوم أيضا في انطلاق هذه القمة ركز سمو الأمير تركي الفيصل أن هذه المنطقة منطقة مهمة جدا، منطقة تواجه التحديات، ولكن أيضا منطقة تقاطع بين الثقافات وبين السياسات وبين أيضا الأمور الأخرى التي تؤثر على